السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومنوعة من برنامجكم ترحيب. حياكم الله متابعي برنامج ترحيب. في حلقة اليوم مع ضيوفنا الكرام نناقش العديد من المواضيع ونعرض مختلف التقارير التي تتناول أحداث متنوعة شهدتها دولتنا الحبيبة قطر. نعم طبعا البداية راح تكون مع افتتاح مؤتمر حتما قادر والذي بدأ اليوم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. المؤتمر مشاهدين الكرام يعني بذوي الاحتياجات الخاصة ويستضيف متحف الفن الإسلامي على مدى يومين ويستقطب جهات معنية في هذا الموضوع من شتى أنحاء العالم. تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر انطلق مؤتمر حتما قادر ومعرض إلهام الفني في متحف الفن الإسلامي وذلك لمناقشة قضايا الإعاقة ووسائل المساهمة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بمشاركة خبراء وناشطين وفنانين وتنظيم شركة ساسول قطر والمجلس الثقافي البريطاني في قطر. افتتح المؤتمر بكلمة للسيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية الذي تحدث بالنيابة عن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. أن التشريعات القطرية تضمنت في أكثر من جانب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال رعايتهم الصحية والنفسية والتعليمية إلى جانب إدماجهم في سوق العمل في الدولة وفي كافة القطاعات. ويشكل المؤتمر فرصة لأصوات ذوي الإعاقة في الدولة لكونه يهدف إلى مواجهة التصورات النمطية عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتغييرها من خلال الحوار والنقاش والمعرض الفني الذي يقدم أعمالاً جديدة مستوحاة من التراث الإسلامي لفنانين ذوي إعاقة من قطر وسلطنة عمان والمملكة المتحدة. بدورها أشادت السيدة سو أندرود مديرة متحف الأطفال إلى وجود عدد من البرامج والمشروعات لدعم حضور ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز قدراتهم وإطلاق مواهبهم بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة. وأكد مارغولو رئيس شركة ساسول قطر في كلمته إن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة مهمة لتبادل الخبرات حول النجاحات والتحديات في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أوضح مارتن هوب مدير المجلس الثقافي البريطاني أن المؤتمر يجمع خبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بذوي الإعاقة. وفي فقرة مستقبل قطر انسلط الضوء هذا الأسبوع على الجهود المتواصلة على قدم وساق لاستكمال المراحل النهائية من حديقة كهرماء للتوعية والتي تعد متفردة على مستوى الوطن العربي والعالم من حيث الخدمات التوعية والتكنولوجية التي ستقدمها للزوار. نعم أحمد، طبعا حول سير العمل في الحديقة وأبرز الخدمات اللي بتقدمها بإذن الله تعالى بعد افتتاحها معنا طبعا في الاستديو المهندس جاسم المحمود رئيس قسم التصاميم ومدير مشروع حديقة كهرماء. يا مرحبا ومسهلا فيك استديو ترحيب. يا مرحبا ومسهلا واشكركم على هذه الدعوه. لا شكرا، هذا واجبنا. الله يسلمك مهندس جاسم. بالبدايه نبي نطلع مشاهدينا الكرام على فكره اكثر على مشروع حديقه كهرماء للتوعيه. ان شاء الله. حديقه كهرماء للتوعيه مشروع جزء من دور مؤسسه كهرماء في دعم التنميه والتطور في البلاد وايضا تماشيا مع رؤيتها في المستقبليه. نعم. لدوله قطر 2030 رات ودورها ايضا. نعم. كهرماء ان يكون هناك زياده في الوعي لدى المجتمع في المحافظه على مصادر الطاقه. نعم. والمياه في المجتمع. نعم. طيب المهندس جاسم، احنا محضرين تقرير عن حديقه كهرماء للتوعيه، عندنا هذا التقرير بنعرضه ان شاء الله للساده المشاهدين وبنرجع نستكمل حوارنا، نشوفه وياكم. ماشي.
يعتبر مشروع حديقة كهرباء للتوعية جزءاً من دور المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لدعم التنمية والتطور في قطر، كما ينسجم مع رؤية 2030. وإيماناً بدور كهرباء في زيادة التوعية لدى المجتمع بشأن ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه، فقد عمدت المؤسسة لأن توصل رسالة بهذا الفحوى من خلال مشروع تعليمي وترفيهي متطور يقدم للزائر تجربة تثقيفية شيقة ومتكاملة تتمحور حول علوم الطاقة بشكل عام ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة بشكل خاص. يقع المشروع في منطقة الثمامة على أرض مخصصة لمشاريع كهرباء بجوار مباني التحكم الخاصة بالمياه والكهرباء، وقد بلغ المراحل الأخيرة في الإنشاء. يتكون المشروع من 3 أدوار: سفلي وأرضي وأول، وستحتوي هذه الطبقات على العديد من التجارب الممتعة والمدهشة سمعياً وبصرياً. كما يحتوي المبنى على برج بانورامي مرتفع يسمح للزائرين بمشاهدة معالم مدينة الدوحة وكذا محطة التحلية الموجودة في الوكرة. كما سيشمل المشروع حديقة تعليمية وترفيهية مجاورة للمبنى، وستحتوي على نماذج داعمة لفكرة الاستدامة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة ومعلومات عن أنواع النباتات. يذكر أن مشروع حديقة كهرباء للتوعية هو أول المشاريع التي تقوم بها المؤسسة، ليس فقط لزيادة الوعي والمعرفة لدى الجمهور حول الطاقة المستدامة، وإنما أيضاً من أجل الاستفادة منها عملياً، نظراً لأن المشروع يعتمد في جزء من طاقته التشغيلية على الطاقة البديلة، وهو حاصل على شهادة المباني الخضراء فئة الخمس نجوم من قبل المنظومة الخليجية للاستدامة. طبعا مثل ما شفنا وياكم اعزائي المشاهدين، هذا التقرير اللي يبين لنا مدى ضخامه هذا المشروع، ولكن احنا نبي نعرف شنو الغايه من هذا المشروع. نبي نسال ضيفنا المهندس جاسم المحمود. مهندس جاسم، احنا كنا نسولف واحنا طالعين على التقرير، شنو الفائده او شنو القصد من انشاء مثل هذا المشروع الضخم؟ شنو يعني الرساله اللي تبون توصلونها من خلال الرساله اللي توصلها مؤسسه كهرباء للمجتمع؟ انه لابد ان يكون هناك زياده وعي لدى المجتمع في المحافظه على مصادر الطاقه والمياه. نعم. لذلك رأت أنه لابد من إنشاء هذا المشروع لهدف الوعي ومفهوم الترشيد لدى المجتمع. احنا نعرف ان هذا الشيء طبعا مكلف جدا، يكلف الدوله مبالغ طائله، ولذلك يعني طبعا يعني ثقافه الارشاد ان شاء الله يا رب ان تكون عندنا في المجتمع. احمد، جميل. يمكن تحت الهواء انا بعد كنت اتساءل، ما شاء الله المبنى جدا كبير ومبنى يحتوي على اشياء عديده جميله ممكن الناس تستفيد منها، ايضا تستمتع من خلال زيارتها للمبنى، لكن خلينا نتكلم متى ان شاء الله من مقررنا يتم الانتهاء من المشروع ان شاء الله فتحه للزوار؟ ان شاء الله بيكون في الربع الثاني من العام الحالي، وسوف يعلن رسمي عن طريق المؤسسه. جميل، هو مفتوح للزوار الجميع اللي حاب يستفيد منه؟ نعم طبعا هو مفتوح للزوار لجميع، لانه هو منشا انه يكون من جميع مختلف الاعمار. نعم. لزيارته. المهندس جاسم، ما تلاحظ ان تقريبا المنشاه شكلها كانه بشكل متحف ماخذ الجو او الطابع الترفيهي العام والشكل التوعوي، فشنو القصد من خلال انشاء مثل هذا المبنى المعماري الضخم؟ هي في فكرتها في كتصميم يعني وتتكلم ولا كفكرة؟ كتصميم ايضا. كتصميم احنا نعم. فكره التصميم خذيناها من وحي البيئه القطريه. نعم. ومن وحي الهدف الاساسي للمشروع، الهدف الاساسي للمشروع انه يكون هناك وعي لدى المجتمع في ترشيد الكهرباء. في ترشيد الكهرباء. نعم. فراينا ان المفهوم الترشيد ضروره المحافظه على مصادر الطاقه. نعم. لذلك قمنا في قام المصمم في هذا المشروع أن استخدم اللؤلؤة كمصدر ثمين في الماضي في قطر. نعم. اللؤلؤة. نعم. واستوحى واستلهم في تصميمه، وضع اللؤلؤة كرمز لهذا المصدر. نعم.
وتخيل في تصميمه أن الأرض تقوم باحتواء هذا اللؤلؤ كنوع من المحافظة على على هذا المصدر، وهو المصدر في كرمز عندنا في هذا المشروع هو الطاقة والمياه. الطاقة والاستدامة، احنا نقول الله يديم علينا هالنعمة إن شاء الله، ويا رب أن تكون ثقافة، يعني تكون عندنا ثقافة عامة في المجتمع أحمد في ثقافة يعني الحفاظ على البيئة واستهلاك الطاقة أيضا. نعم، احنا نشوف الحمد لله الفترة هذه أو الفترة الأخيرة بدأ الوعي يزيد من ناحية حتى المباني، قاعد نشوفها مباني خضراء، مباني صديقة للبيئة. كنت أتكلم في الموضوع أمس مع ضيفنا، يعني الأمانة الحمد لله قاعد نشوف أشياء جميلة، قاعد نشوف الكل بدأ يكون عنده وعي، حتى البيوت بدأوا يستخدمون حتى الإنارات البسيطة اللي هي صديقة البيئة وعلى الطاقة الشمسية يعني. حتى هذه استخدمت حتى في المشروع هذا استخدمناها احنا استخدمنا هذه الأشياء، استخدمنا الطاقة البديلة المتجددة في هذا المشروع، وهو المشروع الوحيد اللي استخدم ثلاث مصادر من الطاقة في هذا المشروع. استخدمنا الطاقة الشمسية، استخدمنا الطاقة الحرارية، استخدمنا طاقة الرياح في هذا المشروع. احنا استخدمنا الطاقة الشمسية ايضا، طاقة الرياح في هذا المشروع. نعم، في هذا المشروع موجود فيه طاقة الرياح استخدمناها. اذا تقصد المراوح هذه الموجودة اللي تولد الطاقة. نعم، طاقة الرياح استخدمناها أن تقوم بإضاءة الحديقة الأمامية للمشروع، وتقوم أيضا تقوم بتشغيل النوافير الموجودة بالحديقة. هذه كلها تشتغل عن طريق الطاقة الرياح. الطاقة الشمسية استخدمناها بأن تقوم بتكييف الطابق السفلي للمبنى. والطاقة الحرارية استخدمناها في هذا المشروع أنها تقوم بتسخين المياه الموجودة في المبنى وقت التشغيل. طيب، وهذه ثلاث طاقات مشروع وحيد في قطر أن يكون يستخدم في مشروع واحد في هذا الموضوع. ممتاز. طبعا المهندس يعني جاسم، إحنا أكيد بتكون عندنا أسئلة أكثر، ومثل هذه المعلومات يعني المعلومات المفيدة وأيضا كيفية استخدامها أكيد بنتكلم عنها أكثر، ولكن بنطلع الفاصل القصير أعزائي المشاهدين، وبعدها بنرجع ونكمل حوارنا مع ضيفنا.